ونفتح الفيسبوك وندوس على الثلاث شرط اللي فوق دي كده، وبعد كده ننزل ننزل ننزل، هنيجي عند settings and privacy اللي هي الاعدادات، وهنيجي عند الاعدادات اللي هي دي هندوس عليها، وهننزل تحت كده شوية شوية شوية، هنلاقي العلامة بتاعت ميديا اند كونتاكتس دي، اللي هي دي اللي هي ميديا اند كونتاكتس دي، هندوس عليها. دي كذا حاجة. بص بقى، في بيقول لك لو انت عايز تشغل الساوند ان اب، او تاني واحدة دي اللي انت لو عايز تشغل يعني الاصوات في البرنامج، فانا بقفلها بصراحة عشان الصوت بيبقى عالي. لينكس اوبن اكسترنالي اللي هي لو انت عايز تفتح على اي لينك، اي تفتحها لك بره ما تفتحلكش جوه الفيسبوك، انا بعملها كده. وفي اوتو بلاي اهو، ده الاختراع اللي احنا عايزينه، اوتو بلاي. اوتو بلاي دي دوس عليها. اول واحده اون موبايل داتا اند واي فاي كونكشنز، لو انت عايز تفتحها على الداتا بتاعت الموبايل، على باقه الموبايل او الواي فاي، يعني ايا كان شغاله بتتفتح عليهم. او اونلي او تاني واحده دي اللي هي اونلي واي فاي كونكشن، اللي هي لو تفتحها على الواي فاي بس. والتانيه نيفر اوتو بلاي، انا بعملها نيفر، يعني ما تشغلهاش خالص، انا اللي افتحها بس كده يا جماعه. ما تنساش طبعا يا جماعه، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وتشتركوا في القناه، وتعملوا شير لو امكن للفيديو. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه السرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.